تعالوا نكتب في السي اس في فايل مانيوالي كده ونشوف شكل الداتا جواه عامل ازاي. نيم، ايميل، ايج، جندر، واقول كنترول اس. دلوقتي لو فتحت الفايل دلوقتي عملت عليه رايت كليك وفتحته بالنوت باد، هقول edit، هلاقي شايفين الكلام مكتوب ازاي؟ نيم كوما ايميل كوما ايج كوما جندر. يبقى هنا عشان ابدا اعمل فيلينج للسي اس في فايل لازم يبقى فيه كوما بعد كل سترينج انا بكتبه. طيب تعالوا نشوف الكلام ده هيبقى عامل ازاي معايا على بايثون. بقول كنترول ال x بيساوي open، المرة دي هقول بقى file dot csv في المود بتاع الريدنج، أنا عايز أقرأ دلوقتي الداتا اللي أنا لسه كاتبها وعايز أحط الداتا دي في متغير اسمه data بيساوي x dot read، عايز أقرأ كل الداتا اللي موجودة، فهقول هنا هنهي العملية x dot close. تعالوا نشوف الداتا فيها ايه. الداتا أصبح فيها النيم ايميل ايج جندر سطر جديد. يبقى انا لو هفتح الفايل الاكس في الرايتنج مود فزي ما اتفقنا هكتب هنا نيم كوما ايج كوما ايميل كوما جندر. خدوا بالكم انا غيرت هنا الاماكن على اساس نشوف الداتا هتتغير فعلا جوه السي اس في فايل ولا لا. هلاقي هنا الداتا موجوده بنفس الترتيب اللي انا قايل عليه هنا، يبقى فعلا انا اللي كاتب دول. ازاي لما يبقى عندي شكل زي ده من الداتا اكتبه جوه السي اس في فايل؟ لو تاخد بالك ان دي مصفوفة عادية ولكن الاليمنتس اللي جواها عبارة عن ديكشنريز. يبقى انا لو قلت دلوقتي الداتا هي بالشكل ده، طب لو اتكلمت على الداتا اوف زيرو اللي هو اول اليمنت في المصفوفة دي هلاقي طلع لي كل ده، تمام؟ يبقى انا دلوقتي هقدر استخدم الكيز والفاليوز الميزة بتاعه الديكشنري في ان انا اعمل اكسكلود للهيد بتاع السي اس في فايل، لان انا لو هاخد بالي ان كل الكلام ده متعاد فانا عايز اعمل اكسكلود للقيم دي عشان اقدر ابني بيها العواميد بتاعه السي اس في. فانا دلوقتي لو قلت data of 0.keys هلاقي فصل لي فعلا الكيز اللي هي بتتعاد دايما معايا في الداتا، فهقدر احط القيمة دي كلها جوه متغير اسمه هيد. لو جيت اسأل على هيد دلوقتي هلاقي الهيد اصبح مصفوفة one dimensional array او مصفوفة زي ما انت شايف مكونة من 5 elements. فهيد of 0 هيبقى البرايس، طب هيد of 1 head of 2 وقلنا اي حاجة زي كده هتمشي معايا 1 2 3. يبقى انا ممكن استخدم اللوبينج فيها، فانا لو قلت for column او c in head خلي عندي متغير اسمه process يبقى شايل البروسيس القديمة، خد بالك من السبيلينج، زائد c. يبقى انا هعمل متغير اسمه process هنا بس لازم اطلع اعمل initialize للبروسيس ده، فهيصبح البروسيس دلوقتي عندي هو اللي هيبقى شايل كل الهيد. وزي ما اتفقنا ان عشان اكتب جوه السي اس في محتاج ان ابقى اعمل كوما سيبريتد، فعايز بعد كل قيمه هتتكتب يحط لي الكوما دي. فبعد اللوبينج ده لو جيت سالت على البروسيس هتلاقي واخده الشكل اللي انا عايزه عشان اقدر اكتبه جوه السي اس في فايل على طول. طيب تعالى نعمل سي اس في فايل جديد وهقول سي اس في بيساوي open xyz.csv بين تو دبل كوتيشن طبعا او سنجل كوتيشن في المود بتاع الرايت. اقدر دلوقتي اقول سي اس في دوت رايت هتكتب لي المتغير بتاع البروسيس، سي اس في دوت كلوز. تعالى نشوف الكلام ده اتكتب ولا لا. ادي الاكس واي زد فعلا اتكتب لي العواميد او رؤوس العواميد جوه السي اس في. طيب عايز املى بقى الداتا تحت الكلام ده،